طيب خلينا ناخد حضراتكم كده ونروح عشان نطمن على منتخبنا الوطني. منتخب خلاص بينهي استعداداته اليوم للقاء الكاميرون بكرة إن شاء الله في قبل نهائي بطولة الأمم الأفريقية. خلينا نطمن على بعثة المنتخب من السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون، والحقيقة بيبذل مجهود كبير جدا في دعم البعثة وتوفير كل وسائل الراحة والاطمئنان، وكمان ليه دور كبير جدا في تسهيل مهمة الجمهور المصري في طائرة اليوم الواحد اللي بتشجع المنتخب في الكاميرون. صباح الخير على حضرتك يا سيادة السفير، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا جمال، ازيك؟ صباح الخير يا حسام. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا يا فندم. يعني في الحقيقة يعني في البداية اسمح لنا نشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر، يعني حتى لما بنسمع من زمايلنا اللي كانوا موجودين بنفسهم وفي تجارب شخصية في طيارة اليوم الواحد عشان يشجعوا المنتخب، الحقيقة حكولنا يعني عن مجهود حضرتك، مجهود كبير جدا بتقوم بيه مع المواطنين المصريين اللي بيروحوا عشان يشجعوا المنتخب، فلازم نشكر حضرتك يا فندم. ربنا يخليك، ده واجب علينا الحقيقة، احنا بنكون سعداء والحمد لله ربنا دايما بيكمل جهودهم بالنجاح وبيشجعوا كويس وبيرجعوا فرحانين بالفوز، ويا رب ان شاء الله ده اللي يحصل بكره باذن الله. يا رب دايما يا فندم. طيب لو تطمنا على احوال لاعبينا. الحمد لله هم حالتهم النفسيه مرتفعه للغايه، في تدريباتهم وفي حاله تركيز عاليه جدا، يعني انا حتى كنت متصور ان ربما يتم تغيير الفندق بعد المباراه الماضيه، ولكن حاله التركيز اللي هم فيها مش عايزين يشتتوا ونقلوا، وانت عارف حضرتك النقل بيتم بيبقى عمليه معقده جدا لان المهمات والاجهزه والمعدات اللي معاهم اللي خاصه بالتدريب وكده بتحتاج وقت طويل عشان نقلها من مكان لمكان، ففضلوا عدم تشتيت انتباههم وتركيزهم من النقل من الفندق لمكان ثاني والاستمرار في نفس الفندق، خاصه بعد ما اعلن الاتحاد الافريقي عن رفع الايقاف عن ستاد اولمبي اللي كان حصل يعني شاهد احداث بيانيه ووفاة 8 من المواطنين وإصابة أكثر من 35 آخرين، وبما أن اترفع الإيقاف عن الإستاد فأصبح هذا الإستاد قريب من فندق الإقامة الخاص باللاعبين. عظيم. وده الحقيقة يعني شكل حاجة كويسة. عظيم. بالإضافة لكده طبعاً أن المسحة امبارح التي أجريت، المسحة الرسمية التي أجريت للفريق وأثبتت سلبية جميع العينات، ده حاجة تطمننا من ناحية سلامة صحته. وده يا سعادة السفير ياخدنا لنقطة مهمة جدا جدا جدا، جمهور الكرة في مصر في غاية القلق من هذه المباراة تحديدا، عادة بيكون في صعوبة في البطولات انك تقابل صاحب الارض عشان في الضغط الجماهيري، لكن ما شاهدته بطولة افريقيا هذه الدورة كان في العديد من المشاكل، تصريحات صامويل إيتو الخاصة بالحرب في الملعب في حديثه مع المنتخب الكاميروني، ورد كارلوس كيروش في المؤتمر الصحفي بالأمس، الإشاعات التي خرجت في الصحافة الكاميرونية عن أن محمد صلاح عينته أو المسحة بتاعته إيجابية ثم تم نفيها بعد إعلان سلبية المسحة الخاصة بمنتخب مصر، أيضا شكوى بعض أعضاء الفريق من الجهاز الإداري من سوء حالة الفندق في الإقامة وعدم وجود أشياء خاصة بالاستشفاء، كلنا طبعا شفنا الصور الخاصة بمحمد صلاح وعمرو السولية وهم بيستشفوا في يعني جرادل كبيرة للتلج أو براميل للتلج، هناك خوف من الضغط الجماهيري، عملية دخول الجماهير، سلامة البعثة، كل هذه الأمور في لغة كرة القدم بتخلي المشجع قلقان على الفرقة. هو القلق مطلوب والقلق واجب، ولكن القلق انا بتصور ان ربما يكون اكثر على الفريق الكاميروني منه على الفريق المصري. يعني الضغط اللي بيشكله الجمهور الكاميروني على فريقه والحاله النفسيه اللي بيحط فيها ده بيشكل قلق اكثر على المنتخب الكاميروني عنه عن المنتخب المصري. يعني انا بتصور ان المنتخب المصري هيلعب في جو اهدى لانه ما عندوش الضغوط القويه جدا اللي موجوده عند المنتخب الكاميروني اللي للاسف من فترة طويلة جدا من ساعة الإعلان عن البطولة وهو محطوط في حالة شحن معنوي إن هذه الكأس لن تخرج من الكاميرا، وبالتالي أصبح في حالة نفسية إن هو مش متصور فكرة أن يهزم منتخبه، فده ضغط جامد جدا بيحط. لو جينا بصينا على الحاجات اللي حضرتك قلتها، طبعا التصريحات استخفت فترة موجودة في كل مكان.
بالتأكيد. التصريح الحقيقه ده يعني ربما يكون اقلق الجمهور، لكن بالنسبه للمنتخب وبالنسبه لنا احنا هنا لم نشعر باي قلق تجاهه، لان اساسا عندما اعلن هذا الخبر ما كانش حتى المسحه اجريت للاعبين. بالظبط. وبالتالي ازاي عرف انها سلبيه او ايجابيه؟ ما كانش ممكن، لان المسحه ما كانتش اتعملت. كان في اشاعات اخرى عندنا لو تتذكر حضرتك، ان هيحصل لعب في المسحات وعشان يخصوا بعض اللاعبين من الفريق المصري. احنا برضو عندنا اشاعات كتيره. فتجو المباريات اللي هذه الحساسيه بنلاقي كلام كتير. سبب خطا هذه المقوله، والدليل على كده ان كل اللاعبين ما فيش اي استثناء ان في لعيب واحد مصاب بالكورونا او مصحته طلعت الحمد لله. فلما نبص على الحاجات كلها، طبعا خلينا نتكلم على تصريح سامويل إيتو، وهو تصريح مهم. طبعا انا لا اعصيه خالص من مسؤوليه ما قاله، وان كانوا هم بيحاولوا ان هم يداروا عنها، لكن انا اللي عايز اقول حاجه. كلمه جار بالفرنساوي والتي تعني حرب باللغه العربيه بتستخدم في اكثر من موضوع، اكثر من طريقه، المقصود بها القتال. فاحنا لما نيجي نقول اللاعبين بتوعنا بيقاتلوا في الملعب، مش معنى كده ان هم بيحاربوا، رغم ان الكلمه قد تكون واحده اللي بتستخدم. فربما هو يقصد الحرب هنا، يقصد بها القتال حتى اخر دقيقه في المباراه، حتى نفوز وغيره. هو المقصود منها تصريحات حماسيه، طبعا هي موجهه للاستهلاك الداخلي، لان سامويل إيتو ايقونه في الكاميرون طبعا، وبينظر الى كل ما يقوله على انه كلام منزل، يعني ان هو يعني لا ياتيه الباطل. ودي مشكله الحقيقه، لان هو حتى احنا عندنا تداولنا في وسائل الاعلام عندنا ان سامويل إيتو هو اللي تمكن من انهاء الخلاف وعوده البطوله الى الكاميرون، من ان قرار عوده البطوله الى الكاميرون واقرار المواعيد والملاعب وكل شيء من الكاس تم قبل تولي سامويل إيتو رئاسه الاتحاد الافريقي، ولكن برضه الاعلام اللي بيضخم في بعض الاحيان من هناك. خلينا كلنا احنا جاي نعمل زي اللاعبين ونركز على المباراه والجوانب الفنيه اللي لازم نتبعها عشان نقدر نفوز بالمباراه، وما نخرجهمش من حاله التركيز. هو ده اللي مقصود بكل هذه الدعايات المغرضه والاعلانات السخيفه، تشتيت اللاعبين وتشتيت الجمهور في خارج التركيز العام اللي المفروض نكون كلنا فيه. وفي النهايه بنلعب مباراه كويسه باذن الله، ونقدم لجمهورنا مباراه طيبه ونكسب باذن الله بكره. هي فندم توضيح مهم جدا طبعا من سيادتك، لكن دلوقتي في بعض المشاهدين وبعض المواطنين الحقيقه عندهم نيه ان هم يروحوا يشجعوا المنتخب، حتى ان ما لحقوش في مباراه بكره. طبعا ان شاء الله في حاله فوز منتخبنا باذن الله يعني يفوز المنتخب المباراه النهائيه، بس فحابين حضرتك يا فندم تطمن المشاهدين عن اجراءات السفر، الوصول، الاجراءات الاحترازيه، تطبيق الاجراءات الاحترازيه ايضا. لو هنتكلم من نقطه تامين المباراه نفسها، لانه قبل كده حتى زمايلنا اللي سافروا كانوا بيتكلموا انه مفيش فصل بين الجمهور، يعني مباراه زي مباراه مصر والمغرب كان الجمهور، جمهور مصر وجمهور المغرب كانوا قاعدين مع بعض. فلو حضرتك يا فندم تكلمنا عن هذه التفاصيل. هو طبعا المره دي واخدين اجراءات صارمه جدا. هذا الاستاد سيشهد اول مباراه بعد رفع الايقاف عنه نتيجه الاحداث الدامية اللي حصلت فيه، وبالتالي فتم اقرار احتياجات امنيه حوالين الاستاد، يعني علشان الواحد يوصل للاستاد هيعدي في ثلاث مراحل قبل ان يستطيع ان يدخل الى الاستاد، وده هيمنع اي تزاحم عشان ما يحصلش اي اصابات. بالنسبه لجمهورنا الكريم، أنا بالفعل امبارح قابلت وزير الداخلية الكاميروني وتحدثت معه في كل هذه التفاصيل. أول حاجة تهمني كان طبعا تأمين المنتخب في مكانه أو زيادة التأمين عليه، لأن مش علشان هو مختلف عن المنتخبات الثلاثة الأخرى، يعني باعتبار الكاميرون الدولة النظيفة، ولكن باعتباره هو اللي هيقابل دلوقتي الكاميرون، وبالتالي طلبت تجديد الحراسة وتجديد السياج الامني المفروض حول فندق اقامه اللاعبين. وبالمناسبه كان حسام دلوقتي ذكر فندق اللاعبين، الحقيقه الفندق ده بيختاروا الكاس مش بيختاروا المنتخب، وبالتالي فاحنا ملناش مضطرين ان احنا نكون موجودين في الفندق ده. لا
لازم نكون موجودين فيه، لان ده اختيار الكاس مش اختيارنا، ولا بد ان نلتزم. زي ما بقول لك هم اللاعبين في حاله من التركيز لدرجه ان ما حدش بقى بيتكلم على موضوع الفندق ده بعد اول يوم، ما حدش بقى بيتكلم لان كله مركز في المباريات. واحنا قعدنا في الفندق ده والحمد لله كسبنا المجرى. بالظبط، يعني الفندق ما اثرش علينا على فكره. بالظبط، احنا لاعبتنا رجاله. اخيرا وفي عجاله سعاده السفير، امبارح الاتحاد الافريقي او اللجنه المنظمه للبطوله وقعت عقوبه على منتخب مصر او على الاتحاد المصري لكره القدم 100,000 دولار، منهم 50,000 دولار معلقين لو حصل تكرار لهذه المشكله. فعندنا 50,000 دولار عشان التاخر على المؤتمر الصحفي الذي سبق او كان من المفترض ان يسبق مباراه المغرب. الجهاز الاداري كان ليه تصريحات قبل العقوبه بان كان في غلطات من اللجنه المنظمه في توفير اتوبيس أو عربية لكارلوس كيروش عشان ينتقل للاستاد اللي فيه المكان الخاص بالمؤتمر الصحفي، ويتقال إن الزحمة في الشارع كانت هي السبب، وتضاربت الأقوال ما بين اللجنة المنظمة والجهاز الإداري لمصر. هل فعلا الجهاز الإداري هو اللي اتأخر، ولا الظروف التنظيمية هي لحالة حضور الجهاز الفني المصري؟ الحقيقة أنا يعني مش عايز اتكلم في هذه النقطة، مش شيء قد ما ان احنا النهارده عايزين نظل في جو المباراة، برضه مش عايزين نتشتت، لكن خليني اقول لحضرتك ان مفيش شك ان لابد ان يكون تم اجراء تحقيق وفي سبل قانونية للتقدم بالتماس او تظلم من هذا القرار علشان رفع هذه العقوبة عن المنتخب الوطني. ففي اكيد اجراءات هياخدها اتحاد الكره، زي ما امبارح مثلا على سبيل المثال تقدم بشكوى رسميه وتسلم رسمي من حكم المباراه القادمه، وانه طلب تغييره. ففي طرق هنقوم بيها، في المفروض تحقيق قام به الكاف بناء عليه استقر قراره على ان في عقوبه تتوقع على المنتخب المصري او على الجهاز الاداري للمنتخب المصري. هنشوف هذا الموضوع بعدين، بس دلوقتي خلينا في جو المباراه. سعاده السفير، اجابه دبلوماسيه جدا جدا، بشكر حضرتك عليها. يعني بشكرك على هذه الاجابه الدبلوماسيه، وطبعا واضح من طيات الحديث ما الذي من الممكن ان يكون قد حدث في هذا الامر تحديدا. على اي حال سعادة السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، مش بس على هذه المداخلة لكن الحقيقة على كل المجهودات اللي بكل صراحة شاهدناها من حضرتك وسمعناها من كل أصدقائنا وزمايلنا ومن الشهادات اللي كانت على السوشيال ميديا من مجهودات حضرتك قمت بيها للبعثات المصرية اللي راحت عشان تشجع المنتخب، وأيضا لدعم المنتخب في هذه البطولة الهامة. شكرا ليك، وشكرا لكل رجال السفارة المصرية في ياوندي في الكاميرون.